السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل تمارين 11 جبر لطلاب الصف الثاني الثانوي، وده يعتبر الدرس الأخير في منهج الجبر. أخيرا وصلنا لنهاية منهج الجبر وهو الدرس الخاص بخواص اللوغاريتمات. حلينا الدرس اللي فات وعرفنا ايه هي الدالة اللوغاريتمية، وبدأنا نحل المعادلات بتاعتها وعرفنا تمثيلها البياني. هنا بقى هنعرف في الدرس ده بعض الخواص دي، واللي هي تقريبا 8 خواص. وخلي بالك اي حاجة فيها خواص بتبقى مهمة جدا جدا، لان الخواص دي كلها زي ما بنقول كده بيبقى فيها اللعب كله او بيبقى فيها الافكار كلها. فبإذن الله قبل ما ابتدي حل التمرين عشان تكون فاهم انا بحل ازاي، هشرح لك كده الثمان خواص شرح بسيط، يعني الخصهم لك كده بصورة سريعة جدا، بحيث وانت في الحل ما يعني ايه ما يوقفش قدامك حاجة معينة ما تبقاش فاهم هي جت منين. زي ما احنا اتفقنا انت كده كده معاك الاجابات، انا دوري ان انا اوصل لك الحل بطريقة سهلة وبسيطة بإذن الله. لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، تضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. تعال نسمي بسم الله وخلينا يلا نبتدي في درس النهارده. تمام، انا عارف ان الناس هتسال هتقول لي يا باشمهندس انت ما حلتش المقال بتاع الدرس اللي فات، عارف والله، ولكن ناس كتير قالت لي يا باشمهندس طب ما تخلص بقى منهج الجبر وحل اخر درسين دول، لان احنا يعتبر الدرس اللي فات بس هو الوحيد اللي ما حلناش المقال بتاعه. فقالوا لي خلص فرع الجبر وخلص برضو الفروع التانية وابدا حل المقالي براحتك، ما فيش ادنى مشكله، عشان ايه بالنسبه لنا اختر هو المهم. ولكن هكررها، اختر والمقالي الاثنين في نفس الاهميه، ولكن مفيش مشكله، انا بدل ما كنت احضر فيديو مقالي هحل النهارده درس اختر، وبعد كده هبدا احل لك الاسئله المقاليه باذن الله. وانا عارف الناس كتير طالبه استراتيجيه برضه، ما تقلقوش والله كلها هتتحل. تمام، عشان ما اطولش في المقدمه تعالى كده نختصر خواص اللوغاريتمات ونعرف ازاي هنستخدم كل خاصيه في المسائل. تمام، عندي يا باشمهندس اول خاصيه واسهلهم، واحده دي احنا قلناها الحصه اللي فاتت، قلت لك لو معايا لوغاريتم أ للأساس أ هيساوي 1. ليه؟ قلنا لو الأساس بيساوي العدد اللي جنب اللوغاريتم ده دايما الناتج بواحد، يعني مثلا لوغاريتم 2 للأساس 2 يساوي 1، لوغاريتم 3 للأساس 3 يساوي 1، لوغاريتم 10 للأساس 10 يساوي 1. تمام، تاني خاصية بالنسبة لي لوغاريتم 1 لأي أساس، يعني مثلا خليه س ده مثلا، يعني أي أساس بالنسبة لي أهو أي أساس، بس خلي بالك الأساس ده له شروط. تمام، إن هو بينتمي للحاله الموجبة وما ينفعش يساوي 1. تمام، ده معنى أي أساس. مثلا لو قلت لك لوغاريتم 1 للأساس 5 يساوي 0، أنا نسيت أقول لك بتساوي كام؟ بتساوي 0. ليه؟ لأن أنا هاخد العدد ده أقول أس ده هيدي لي ده، صح؟ يعني أنا لو زي ما اتعلمنا الدرس اللي فات أقول 5 أس 0، ما هي 5 أس 0 هتديني كام؟ هتديني 1، عشان كده لازم الناتج بيساوي كام؟ بيساوي 0. فطبعا دول خاصيتين سهلين. تعال بقى نبتدي الخواص اللي بجد. رقم 3 بيقول لي لو انا معايا لوغاريتم س للاساس أ زائد لوغاريتم ص للاساس أ، بيقول لك لو في لوغاريتمين مجموعين وده نفس الاساس، يعني هنا الاساس أ وهنا برضو الاساس أ، بيقول لك خد لوغاريتم واحد لنفس الاساس اللي هو أ اهو، وبيقول لك ابدأ اضرب الاتنين دول في بعض س في ص. يبقى انا يا باشمهندس لو عندي لوغاريتمين جمع ولقيت الاساس هو نفسه الاساس، يعني مثلا هنا 2 وهنا 2، تعال نشرحها بمثال. لو قلت لك لوغاريتم 2 للاساس 4 زائد لوغاريتم 2 للاساس 8، من حقك ان انت تاخد لوغاريتم 1 اللي هو لوغاريتم 2 وتضرب ال 4 في 8 تطلع ب 32، بس خلي بالك ان هنا الاساس هو الاساس، يبقى بالنسبه لي اقدر اعمل العمليه دي. والعكس لو جالك لوغاريتم س في ص، يعني مثلا دي جالي لوغاريتم 32 من حق احولها للوغاريتم 8 زائد لوغاريتم 4 والاثنين للاساس 2 طبعا، خلاص؟ فدي او عكسها. تمام، اللي بعدها يا باشمهندس هو الطرح. لو قال لي لوغاريتم س للاساس أ ناقص لوغاريتم ص للاساس أ برضه، برضه يا باشمهندس لو بصيت كده هتلاقي ان هو نفس الاساس اللي هو أ، ده من حقك تكتبها لوغاريتم برضه نفس الاساس اللي هو أ، والطرح هتحوله لاسمه يبقى س على ص. ومن حقك برضه لو جالك القسمه ان انت بالنسبه لك تحولها للطرح، مفيش ادنى ايه مشكله، خلاص؟ تمام، بس الشرط الوحيد ان هم يكونوا نفس الاساس. يعني مثلا لو قال لي لوغاريتم 8 للاساس 2 ناقص لوغاريتم 4 للاساس 2، من حقك تكتبها لوغاريتم 8 على ال 4 على نفس الاساس اللي هو 2، يبقى دي 8 ودي 4 وكمل بقى، دي هتطلع لوغاريتم 2 ولوغاريتم 2 للاساس 2 بيساوي 1، خلاص؟ فده كده بالنسبة لي خاصية الجمع وخاصية الطرح،
خلي بالك الخواص دي من الخواص المهمة جدا جدا. كان في مسألة كده للناس اللي متابعانا حليناها في التفاضل في نهاية الدالة مجزأة المجال، وهي بالنسبة لنا الخاصية رقم 5 اللي احنا بنسميها لوغاريتم القوة. القوة اللي هو الأسس، يعني مع القوة في الرياضيات يعني الأسس. تمام، لو جالك لوغاريتم س للأساس أ وس د أس ن، بيقول لك اللوغاريتم بيطرد الأس بره، يعني من حقك تكتبها ن في لوغاريتم س للأساس أ. خلاص يا باشمهندس، يبقى من حقك دايما إن أنت تطرد دي بالنسبة لك بره، وخلي بالك إن ده بالنسبة لك هيبقى عدد موجب دايما، مع شروط الأساس أو شروط العدد اللي جنب اللوغاريتم ما بتتغيرش. يبقى دي اسمها لوغاريتم القوة. بمعنى لو جالي لوغاريتم 2 ل 2 أس 2، ممكن أطرد الاتنين دي بره، فأقول إن هي بتساوي 2 لوغاريتم 2 للأساس 2. طبعا لوغاريتم 2 للأساس 2 دي بواحد، يبقى الناتج بيساوي كام في الآخر؟ 2. يبقى من حقك لو في أس تطرده بره قدام اللوغاريتم زي ما احنا حلينا بيه الدرس اللي فات. تمام، كده كام خاصية؟ 1 2 3 4 5، كده فاضل 3 خواص. تمام، عندي خاصية وهي خاصية اسمها تغيير الأساس. دي رقم كام؟ رقم 6. إيه تغيير الأساس ده؟ بيقول لي لو أنا جايب لك مسألة كده عبارة عن لوغاريتم باء للأساس أ، خلي بالك إن هنا الألف بتاعك بقى اسمه الأساس، معذرة هنا أ. أنا ممكن أغير الأساس ده إزاي؟ ممكن أكتبها لوغاريتم باء على لوغاريتم أ. حلو، يبقى خدت لوغاريتم العدد اللي جنبها فوق ولوغاريتم الأساس تحت. تمام، وبيقول لك من حقك تحط هنا أي أساس أنت عايزه. عايز تخلي اللوغاريتم المعتاد اللي هو أساسه 10 عادي، عايز تخلي لوغاريتم 3 عادي، عايز تخلي لوغاريتم 2 عادي جدا، المهم إن أنت بتخلي لي الأساس اللي فوق شبه الأساس اللي تحت، فدي اسمها خاصية تغيير الأساس. وخلي بالك مهمة جدا جدا، والأفكار الحلوة بتكون فيها حلو. سبع خاصية يا باشمهندس بالنسبة لي، وهي خاصية المعكوس الضربي. لو أنا معايا لوغاريتم باء للأساس أ برضه، لو أنا عايز أجيب معكوسه طبعا هقول 1 على، بس خلي بالك بقى هنا مش هقول 1 على لوغاريتم باء للأساس أ، لا، الاتنين دول بتبدلوا يا باشمهندس، هيبقى لوغاريتم أ للأساس باء. يبقى خلي بالك وأنت دايما بتجيب المعكوس الضربي بالنسبة لك إن أنت بتغير الأساس مع الرقم اللي جنب اللوغاريتم. ليه؟ هتجيلك في بعض المسائل بالشكل ده، ان هو يقول لك لوغاريتم 5 للاساس 3 في لوغاريتم 3 للاساس 5 بيساوي كام؟ من غير ما توجع دماغك ولا تحسب، طالما العدد ده اتبدله، يعني دي هنا 5 ودي 3 بقت 3 و5، اعرف ان الناتج 1. هتقول لي منين هي جت من دي؟ مش دي مقامها 1؟ اه، لو انا ضربت الاثنين دول في بعض هيديني 1 في 1 بيساوي 1. تمام، ما هي دي باء ودي الف، بقت الف وباء، ما هي دي نفسها. يبقى خلي بالك ان هو بيستخدم النظريه دي في الحته دي بالذات، ان هو يجيب لك لوغاريتمين كده، اول ما تلاقي الارقام اتبدلت تعرف ان هو معكوس ضرب ليه، ويبقى بالنسبه لك بيساوي كام؟ بيساوي 1. الخاصيه رقم 8 والاخيره عباره عن، بص بقى وركز فيها، لو قال لي مثلا ا اس لوغاريتم س للاساس ا، ركز معايا دي كده في الاس، يعني ده الالف ده اساس والحته دي كلها اس. تمام، لو لقيت الأساس شبه الأساس بتاع اللوغاريتم، أساس الدالة الأسية هو نفسه أساس اللوغاريتم، من حقك تقول لي إن الناتج هو العدد اللي جنب اللوغاريتم ده اللي هو السين. بمعنى لو قال لي 2 أس لوغاريتم 3 للأساس 2، مش أنا الأساس بتاع الأس أهو 2 والأساس بتاع الدالة اللوغاريتمية 2، من حقك تاخد العدد اللي جنب اللوغاريتم اللي هو 3، ويبقى الناتج بتاعك بيساوي كام؟ 3. طب ما تيجي كده نتأكد بقى على الآلة الحاسبة، 2 واعمل علامة الأس وبعد كده أكتب لوغاريتم 2 للأساس 3 وأضغط يساوي، طلع الناتج بكام يا باشمهندس؟ طلع ب3. خلاص، وخلي بالك دي نظرية مهمة جدا جدا. تمام كده يا باشمهندس، يبقى هم دول الثمان خواص الرئيسيين اللي هنشتغل بيهم في درس النهاردة، عايزك تعرفهم كويس جدا جدا لأن الدرس معتمد عليهم. لو ذاكرتهم كويس الموضوع بالنسبة لك هيبقى بسيط. تمام تمام، تعالى يلا نتوكل على الله ونبتدي حل التمام. تمام، رقم 1 يا باشمهندس بيقول لي لوغاريتم 5 للأساس 2 في لوغاريتم 2 للأساس 5. ملاحظ ايه؟ دي 5 و2 بقت 2 و5، طالما اتبدلت يبقى دي خاصية المعكوس الضربي، يبقى الناتج بتاعك بكام؟ بواحد على طول يا باشمهندس، ودي الخاصية رقم 7 اللي احنا شرحناها. خلاص، فدي خاصية ايه لو انت عايز تكتبها كده
دي خاصية المعكوس الضرب. يبقى باختصار لو جالك اللوغاريتم الأرقام دي بالنسبة لك متبدلة، اتبدلت هنا، يبقى الناتج على طول بيساوي كام؟ بيساوي 1. رقم 2 بيقول لي 1 زائد لوغاريتم 2. خلي بالك ده اللوغاريتم المعتاد بالنسبة لك، فمن حقك إن أنت تخلي الواحد ده لوغاريتم بالنسبة لك 10. ليه؟ ما هو لوغاريتم 10، ما هو الأساس المعتاد يعتبر بالنسبة لي 10، تمام؟ زائد لوغاريتم 2، ما هو ده اللوغاريتم المعتاد اللي هو أساسه 10 برضه. طيب مش دي جمع يا باشمهندس؟ تمام، يبقى بالنسبة لي ممكن تبقى اللوغاريتم المعتاد، ودي طالما جمع أضرب دي، دي الخاصية الخاصة بالجمع، الأساس شبه الأساس، اضرب العددين اللي جوه دول، يبقى 10 في 2 تديك كام؟ يديك 20. وطبعا ده اللوغاريتم المعتاد، هو مش بيكتب لك الاساس بتاعه، ولكن انت عارف ان الاساس بتاعه بيساوي 10، يبقى الاجابه بتاعتي لوغاريتم 20 اللي هو الاختيار رقم ج. تمام. رقم 3 بيقول لي قيمه المقدار ده. تمام، اسهل حاجه زي ما انت ملاحظ كده كلها اللوغاريتم المعتاد، اللوغاريتم المعتاد اللي هو اساسه 10، فيفضل ان انت تخلي كل الارقام جوه. بمعنى يعني مثلا يا باشمهندس الاثنين دي جوه، مش احنا قلنا ان اللوغاريتم بطرد الاس بره؟ طب ما ترجعه تاني جوه، يبقى دي عباره عن لوغاريتم 25 اس 2. تمام، انا رجعت الاس جوه بيبقى فوق الرقم، يعني ده كده بيجي فوق الرقم، زائد لوغاريتم 8 على ال 15. تمام، زائد دي نفسها الاثنين دي هرجعها مكانها كده، فهتبقى دي بالنسبه لي لوغاريتم 3 اس 2 ناقص لوغاريتم 30. تمام، كل ده اللوغاريتم المعتاد، فاكتب لوغاريتم واحد معتاد اهو، وشد شرط الكسر، الجمع حوله لضرب، يبقى دي 25 اس 2 في 8 على 15، ادي 8 وطبعا ال 15 في المقام، دي 3 اس 2 يبقى في 3 اس 2. هنا السالب ده اعرف ان هو في المقام، يعني اي حاجه اشارتها سالب هتنزل في المقام، يعني ال 30 ده هتنزل فين؟ في المقام. اصبحت مسالتك بالشكل ده، يبقى هتساوي لوغاريتم، تعال نحسب الكلام ده كله على الاله الحاسبه ونشوف هيطلع كام، يبقى لوغاريتم. تمام، وبالنسبه لي او نضغط بقى اللوج المعتاد عادي جدا اهو، لان ده اساسه 10، يبقى 25 اس 2 في 8 في 3 اس 2 على 15 في 30، واقفل القوس بتاعك يطلع لك في الاخر بيساوي كام؟ 2. خلي بالك انا كتبت لوغاريتم الكلام ده كله طلع بيساوي كام؟ بيساوي 2. خلاص، لو انت مثلا مش عايز تجيب اللوغاريتم يعني، وشلنا كده ده، وانت عايز تجيب الناتج لوحده كده، 8 3 اس 2 وبعدين نحط هنا على 15 في 30، هيطلع معاك 100 اللي هو اللوغاريتم المعتاد ل 100، طبعا ده اساسه 10. تمام، وهتبقى دي اللوغاريتم ال 100 دي طبعا اللي هي 10 اس 2 للاساس 10، طبعا اللوغاريتم هيطرد الاس بره، يبقى 2 لوغاريتم 10 للاساس 10، ده شبه ده يبقى دي بواحد، يبقى بيساوي 2. ده لو انت عايز تكتب الناتج، ولكن بالاله الحاسبه الموضوع سهل جدا، المهم ان الناتج طلع معانا كام؟ بيساوي كام؟ بيساوي 2 اللي هو الاختيار رقم ب. رقم 4 بيقول لي اي العبارات الاتيه صحيحه. تمام، ده طرح، يبقى اقدر احوله لاسم لان الاساس هنا هو الاساس هنا، وده اللوغاريتم المعتاد بتاعي. تمام، يبقى بالنسبة لي اللوغاريتم المعتاد اهو، واخد ده على ده، يبقى 2 على جذر 2. طبعا 2 على جذر 2 بالنسبة لي هتساوي لوغاريتم، و2 على جذر 2 اللي هي جذر 2، يبقى فعلا ألف دي صحيحة. طب تعالى نشوف الباقي غلط ليه. بيقول لي لوغاريتم 1 للأساس 1 بيساوي 0. لا يا باشمهندس، طالما ده شبه ده يبقى الناتج 1، ما بيساويش 0. بيقول لي لوغاريتم 7 على 5 بيساوي لوغاريتم 7 على لوغاريتم 5، أقول له لا، ده بيساوي لوغاريتم 7 ناقص لوغاريتم 5، لأن القسمة بتتحول لطرح والعكس. بيقول لي لوغاريتم 7 على لوغاريتم 2 بيساوي لوغاريتم 5، قلت له والله القسمة أصلاً ملهاش قاعدة معانا، إحنا لينا قاعدة الجمع والطرح يا باشمهندس. خلاص؟ تمام. تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 5 بيقول لي لوغاريتم س ناقص لوغاريتم 2 بيساوي لوغاريتم 4. والله أنت من حقك يا باشمهندس، طالما في طرح وده اللوغاريتم المعتاد، يعني الأساس هو الأساس، تاخد لي لوغاريتم 1، وطالما طرح يبقى ده على ده، يبقى س على الاتنين بيساوي لوغاريتم 4، طالما لوغاريتم بيساوي لوغاريتم يبقى اللي جوه بيساوي اللي جوه، يبقى س على الاتنين هتساوي كام؟ هتساوي 4. اضرب وسطين في طرفين، يبقى الس بتساوي 2 في 4 بيساوي 8، ويبقى الاختيار الصح رقم ايه؟ رقم ج. وتعالى نشوف اللي بعده.
السؤال رقم 6 يا باشمهندس بيقول لي لوغاريتم 6 زائد لوغاريتم 5 بيساوي 2. خلي بالك ده اللوغاريتم المعتاد، يعني الأساس هو الأساس، فمن حق استخدم الخواص يا باشمهندس. طالما ده جمع بالنسبة لي يبقى يتحول لضرب، يبقى هضرب ده في ده يبقى لوغاريتم 5 س. خلي بالك إن كل ده بيساوي 2، تمام. مش ده اللوغاريتم المعتاد يعني الأساس بتاعه ب10، تمام. تعالى نرجع للدرس الأول، يبقى ده أس ده يديك ده، يبقى 10 أس 2 هتساوي اللي جوه ده اللي هو 5 س. 10 أس 2 اللي هي ب100 هتساوي 5 س. على 5 فعل 1 على 5 فعل 20، يبقى الس بتساوي كام؟ الس بتساوي 20، ويبقى الاختيار الصح رقم إيه؟ رقم د. تمام، لحد دلوقتي أنا مبسط لك الموضوع خالص والموضوع سهل أصلا. رقم 7 بيقول لي 2 لوغاريتم 3 للأساس 5 زائد 3 لوغاريتم 2 للأساس 5. طيب هتعامل معاه ازاي؟ قلت لك دايما طالما اللوغاريتم ده نفس الأساس، يعني ده أساسه 5 وده أساسه 5، يفضل إن أنت ترجع الرقم ده جوه. بمعنى هتكتب أدي اللوغاريتم والأساس 5 وأدي 3، الاتنين دي عشان أدخلها جوه بترجع في الأس، يبقى 3 أس 2 زائد برضه 3 دي هرجعها جوه، يبقى ده لوغاريتم 2 أس 3 للأساس 5. ده هيساوي لوغاريتم 3 أس 2 اللي هو 9 للأساس 5 زائد لوغاريتم 2 أس 3 ب 8 للأساس 5. طالما ده بالنسبة لك اتحولت لمسألة جمع والأساس هو الأساس، من حقك تاخد لوغاريتم 1 أساسه 5 وتضرب العددين دول في بعض، يبقى 8 في 9 ب 72، يبقى ده بيساوي لوغاريتم 72 للأساس 5 اللي هو الاختيار رقم كام؟ رقم ج. تمام. السؤال رقم 8 بيقول لي يا باشمهندس، بيقول لي لوغاريتم ألف للأساس ب في لوغاريتم ب للأساس ج في لوغاريتم ج للأساس د في لوغاريتم د للأساس أ. تمام. لو أنت ملاحظ عايزك تلاحظ حاجة، بص الباء اللي هي الأساس هنا بقت العدد اللي هنا، والجيم اللي هي الأساس هنا بقت العدد اللي هنا، والدال اللي هي الأساس هنا بقت العدد اللي جنب اللوغاريتم. يبقى أنت تعرف دي يا باشمهندس دي خاصية تغيير الأساس على طول من غير ما تفكر، وأنا قلت لك التركية بتاعتها. يعني ده من بالنسبة لي هقدر أحوله للوغاريتم على لوغاريتم. طب إيه بقى؟ اللوغاريتم اللي فوق بياخد العدد اللي جوه اللي هو الألف، واللوغاريتم اللي تحت بياخد الأساس اللي هو باء. طبعا ده لوغاريتم معتاد، فمن حقك تحط اي اساس، يعني عايز تعمله اساس 3 عادي، بس ليه نحوله اساس معتاد؟ فسيبه لوغاريتم معتاد اسهل. طيب تعالى نعمل اللي بعدها يا باشمهندس، برضو ده لوغاريتم وده لوغاريتم، العدد اللي جنب اللوغاريتم فوق والاساس بيبقى تحت، في برضو لوغاريتم على لوغاريتم، خد العدد اللي جنبه ده هنا والعدد اللي هو الاساس تحت، في نفس الفكره لوغاريتم على لوغاريتم، خد العدد اللي جنبه اللي هو ده وحط الاساس هنا. تمام. طب ما تيجي كده نختصر لوغاريتم ألف مع لوغاريتم ألف، لوغاريتم د مع لوغاريتم د، لوغاريتم ج مع لوغاريتم ج، لوغاريتم ب مع لوغاريتم ب. أصبحت المسألة في الآخر خالص بتساوي إيه؟ بتساوي 1، يبقى الإجابة بتاعت الصح رقم 1 اللي هو الاختيار رقم إيه؟ رقم ب. خلاص برضو مسألة سهلة وظريفة جدا. السؤال رقم 9 يا باشمهندس بيقول لي إيه؟ ركز معايا، بيقول لي جذر كبير كده وجايب لي 3 لوغاريتم 4، طبعا ده في الأس، في 3 برضو لوغاريتم 25 ده اللوغاريتم المعتاد، زائد 7 لوغاريتم 7 16. تمام، ادي الجذر. تعال نشوف هنعمل ايه. مش دي 3 في 3 يعني الاساس هو الاساس، نرجع للاسس، يبقى اخد الاساس واجمع الاسس، يبقى ده لوغاريتم 4 اللوغاريتم المعتاد ل 4 زائد اللوغاريتم المعتاد ل 25، جمعت الاسس، زائد مش دي 7 طالما الأساس بتاع الدالة الأسية بيساوي أساس الدالة اللوغاريتمية، يبقى من حقك الناتج يبقى ده، يبقى بيساوي 16، يبقى كل دي بتساوي 16. حلو، يبقى دي بتساوي أدي الجذر 3. مش أنا يا باشمهندس لوغاريتم زائد لوغاريتم طالما نفس الأساس، ما هو ده أساسه 10 لوغاريتم معتاد، يبقى أضربهم في بعض، يبقى ده لوغاريتم 4 في 25 اللي هي بتساوي 100 زائد 16. ممكن تعمل دي على الآلة الحاسبة يطلع لك الناتج وممكن تحلها. طبعا ده اللوغاريتم المعتاد أساسه 10، والمية دي ممكن أكتبها 10 أس 2، طبعا الاتنين هتتضرب بره، يبقى دي 2 لوغاريتم 10 اللي أساس 10، ده هيطير، هيفضل لك 3 أس 2، يبقى دي عبارة عن جذر 9 زائد 16 اللي هي جذر 25 بيساوي 5. أو ممكن لما توصل للخطوة دي تعملها على الآلة الحاسبة ويطلع لك الناتج على طول، يبقى بالنسبة للإجابة الصح رقم 5 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم دي. تمام، هنشوف اللي بعده. السؤال رقم 10 يا باشمهندس بيقول لي 1 على لوغاريتم 30 للاساس 2 زائد 30 لوغاريتم 30 للاساس 3 زائد 1 على لوغاريتم 30 للاساس 5.
لو انت ملاحظ كده يا باشمهندس، التلاتين اللي هو العدد اللي جوه ده متغير، يبقى انا هستخدم خاصية ايه؟ هستخدم برضو خاصية تغيير الاساس، لان هي اللي هتوصل لي للوغاريتم 30 ده. تمام، يعني دي ممكن اكتبها واحد على المقام ده، احوله تغيير الاساس بقى لوغاريتم على لوغاريتم، هحط الرقم اللي جنب اللوغاريتم فوق واحط الاساس تحت اللي هو 2. تمام، زائد دي واحد على برضو احولها باشمهندس لوغاريتم على لوغاريتم، هاخد العدد اللي جنب اللوغاريتم اللي هو 30 واحط هنا العدد اللي هو جنبه اللي هو 3، زائد برضو باشمهندس واحد على تبقى لوغاريتم على لوغاريتم، هاخد العدد اللي جنبه اللي هو برضو 30 واخد بقى هنا الاساس اللي هو 5. مش ده يعتبر دي كلها مقام المقام؟ يعني ده هتطلع فوق ودي برضو هتطلع فوق ودي برضو هتطلع فوق. تمام، يبقى دي هتساوي لوغاريتم 2 على لوغاريتم 30 زائد لوغاريتم 3 على لوغاريتم 30 زائد لوغاريتم 5 على لوغاريتم 30. مش كده المقام متوحد بلوغاريتم 30؟ ممكن اخد عامل مشترك. تمام، وبالنسبة لي بقى اخد لوغاريتم 2 زائد لوغاريتم 3 زائد لوغاريتم 5. مش انا لما اجي اجمع لوغاريتمات وليها نفس الاساس، ما ده اللوغاريتم المعتاد اساسه 10، من حق اضرب الارقام دي ببعض، يبقى 2 في 3 ب 6 في 5 ب 30، يبقى دي لوغاريتم 30. يبقى لوغاريتم 30 على لوغاريتم 30 بيساوي كام؟ بيساوي 1، ويبقى الاختيار الصح رقم ألف. خلاص تمام، المسائل جميلة جدا وكلها بتعتمد على الخواص زي ما انت شايف. تمام، تعالى يلا نكمل باقي المسائل. رقم 11 بيقول لي 2 لوغاريتم س للاساس ألف زائد لوغاريتم ص للاساس ألف ناقص لوغاريتم س ص للاساس ألف. طالما يا باشمهندس لمحت بعينك كده لقيت ان الاساس ده هو نفس الاساس زي ما قلت لك في المسألة اللي فاتت، يبقى يفضل تدخل الارقام كلها ايه؟ جوه. يعني انا هدخل الاثنين دول جوه، طبعا هترجع للاس، يبقى ده لوغاريتم س اس 2 للاساس ألف زائد لوغاريتم ص للاساس ألف ناقص لوغاريتم س في ص للاساس ألف. طالما الاساس يا باشمهندس متوحد بالنسبة لك، فمن حقك تاخد لوغاريتم ألف وتعمل شرط الكسر. أي جمع بالنسبة لك يبقى ضرب، يبقى دي هتتضرب في دي، يبقى س تربيع في ص، وأي طرح بالنسبة لك يبقى قسمة، يبقى دي هتنزل المقام، يبقى هنا س ص. الص هتروح مع الص على الس فيها الواحد على الس فيها الس، يبقى في النهاية إن ده بتساوي لوغاريتم س للأساس ألف اللي هو بالنسبة لي الاختيار رقم إيه؟ رقم ب. تمام، رقم 12 يا باشمهندس بيقول لي أبسط صورة للمقدار ده. تمام، بيقول لي لوغاريتم ألف تربيع للأساس ب في لوغاريتم ب أس 3 للأساس ج في لوغاريتم ج للأساس ألف. لو لاحظت إن ب بقت هنا، يعني الأساس اللي هنا بقى هنا والأساس اللي هنا بقى هنا، أول ما تلاحظ الكلام ده بعينك يا باشمهندس ترجع كده ورايا تغيير الأساس. أنا قلت لك التركيبة بتاعتها تغيير الأساس دايما بيعتمد إن الرقم اللي هنا بيتنقل هنا. تمام، فتعالى نظبط دي كده، يبقى دي هتبقى لوغاريتم على لوغاريتم، هاخد العدد اللي هنا اللي هو ألف تربيع وهاخد الأساس اللي هو ب في، برضه هتبقى لوغاريتم على لوغاريتم، هاخد العدد اللي هنا اللي هو ب أس 3 وهاخد دي بالنسبة لي العدد اللي تحت اللي هو الأساس، يبقى ج في لوغاريتم على لوغاريتم، هاخد العدد اللي جنبه هنا يبقى ج وهاخد هنا العدد اللي تحت يبقى ألف. تمام، دي بالنسبة لي لوغاريتم ألف أس 2، من حق اللوغاريتم إن هو بطرد الأس بره، يبقى دي بالنسبة لي 2 لوغاريتم ألف على لوغاريتم ب في، برضه الأس ده هيتطرد بره، يبقى دي 3 لوغاريتم ب على لوغاريتم ج في لوغاريتم ج على لوغاريتم ألف. حلو، لوغاريتم ألف هيروح مع لوغاريتم ألف، ولوغاريتم ج مع ج، ولا ب مع ب، فضل 2 في 3 بيساوي كام؟ بيساوي 6، يبقى بالنسبة لي الاختيار الصح رقم إيه؟ رقم ج. خلاص، سهلة برضو، سهلة وبسيطة. رقم 13 بيقول لي لوغاريتم ألف تربيع على الباء ج بتساوي أنا واحدة في دول؟ والله يا باشمهندس طالما في اسم كده من حقي أحولها طرح، يبقى لوغاريتم أخد البسط اللي هو الألف تربيع ناقص لوغاريتم المقام اللي هو باء ج. والله يا باشمهندس دي برضو من حقي أحولها، عبارة عن لوغاريتم الألف تربيع ناقص، مش دول مضروبين في بعض؟ ايوه، يبقى يرجعوا للجمع، يبقى عباره عن لوغاريتم ب زائد لوغاريتم ج. ما هو طالما يا باشمهندس عددين مضروبين في بعض بتحولهم لجمع، لو جمع تحولهم لضرب وهكذا، يبقى ده بيساوي لوغاريتم الف اس 2 والسالب هيخش عليهم هما الاثنين، يبقى سالب لوغاريتم ب سالب لوغاريتم ج، يبقى لوغاريتم الف اس 2 ناقص لوغاريتم ب ناقص لوغاريتم ج. اعتقد هي تمام، دي الالف تربيع هيطرد الاتنين بره عادي جدا، يبقى 2 لوغاريتم الف ناقص لوغاريتم ب ناقص لوغاريتم ج، يبقى بالنسبه لي الاختيار الصح رقم ايه؟ رقم ج.
تمام، هنشوف اللي بعده. السؤال رقم 14 بيقول لي إذا كان س ناقص 2 بيساوي لوغاريتم 3 للأساس 2، تمام، هعمل إيه يا باشمهندس؟ ركز معايا كده في دي. أنا دلوقتي تعالى كده نكتبها مظبوطة شوية، بس هنختم هنا لوغاريتم 3 للأساس 2 بيساوي س ناقص 2. طبعا لو هي هتحلها بالدرس اللي فات هتقول لي ده أس ده يديك ده، وتعمل لها صلب بالآلة الحاسبة، ولكن هو بيقول لك هي بتساوي أنا واحدة من دول، فإحنا هنعمل خدعة بسيطة كده. هبدا اغير الاساس بتاع دي، يعني هقول له والله ده لوغاريتم على لوغاريتم، العدد اللي هنا اللي هو 3 والعدد اللي هنا اللي هو 2 هيساوي يا باشمهندس معايا س ناقص ال2، تمام. هودي ال2 دي الناحيه الثانيه، يبقى س بتساوي لوغاريتم 3 على لوغاريتم 2 زائد ال2، دي طبعا مقامها واحد. هبدا اوحد المقام طبعا بلوغاريتم 2، لوغاريتم 2 على لوغاريتم 2 بواحد في لوغاريتم 3 ماشي، زائد لوغاريتم 2 على 1 بلوغاريتم 2 في 2 يبقى 2 لوغاريتم 2، تمام. من حق يا باشمهندس بالنسبه لي كده ان ال2 دي ادخلها كده هنا جوه تبقى ترجع في الاس اللي هي 2 اس 2، يعني من حق اكتب البسط لوغاريتم 3 زائد لوغاريتم 4 لان دي هترجع 2 اس 2 على لوغاريتم 2، تمام. من حق يا باشمهندس طالما في جمع ان انا اضرب الارقام دي في بعض، يبقى لوغاريتم 3 في 4 يبقى 12 على لوغاريتم 2. من حق يا باشمهندس برضو طالما دي كده بكتب لوغاريتم 1 اللي هي تغيير الاساس، والعدد اللي فوق ده بيبقى هنا والعدد اللي تحت بيبقى هو الاساس، يبقى كل الكلام ده بيساوي لوغاريتم 12 للاساس 2 اللي هو بالنسبه للاختيار رقم ايه؟ رقم ج. خلاص، هي لفه طويله ولكن سهله جدا جدا. تعال نشوف اللي بعده. سؤال رقم 15 بيقول لي لوغاريتم، وجايب لي كده يا باشمهندس طبعا اول ما تلاقي ان الاساس ده هو الاساس ده يبقى من حقك تستعمل ايه؟ تستعمل الضرب، تمام. يبقى انا هاخد لوغاريتم واحد اللي هو ا ب واضرب العددين دول في بعض، يبقى واحد على ا في واحد على ب اللي هيساوي لوغاريتم ا ب، طبعا ده الاساس، في واحد على ا ب. طبعا دي مش موجوده في الاجابات، تمام. طيب واحد على ا ب دي يا باشمهندس انا ممكن اكتبها لوغاريتم ده ا ب الاساس، واكتب الالف باء دي كلها اس سالب واحد، صح يا باشمهندس؟ ما هو طالما اس سالب واحد بكتب واحد على ده بشقلبها. طب ما انا من حقي ان اللوغاريتم بطرد الاس بره، يبقى سالب واحد هيساوي لوغاريتم الف باء للاساس الف باء. قلنا طالما الاساس شبه العدد اللي جوه يبقى الكلام ده بيساوي واحد، يبقى سالب واحد في واحد يبقى بكام؟ بسالب واحد، ويبقى الاختيار الصح رقم ايه؟ رقم ج، تمام. تعال نشوف اللي بعده. رقم 16 بيقول لي يا باشمهندس، بيقول لي المقدار ده بيكافئ انا مقدار في دول، ماشي، واحده واحده. الثلاثه دي يا باشمهندس من حقي ان انا ادخلها هنا كده فوق الاس، ده هيبقى بالنسبه لي لوغاريتم 2 اس 3. انا عندي هنا جمع طبعا، والاساس هو الاساس لان ده اللوغاريتم المعتاد، فمن حق اضربهم في بعض، يبقى لوغاريتم 3 في 4 ب 12 هيساوي طبعا 2 اس 3 ب 8، يبقى ده لوغاريتم 8 على لوغاريتم 12. طب من خاصية تغيير الأساس إن أنا ممكن أكتب لوغاريتم 1 والعدد اللي هنا أحطه هنا والعدد ده يبقى الأساس، يبقى دي بالنسبة لي لوغاريتم 8 للأساس 12 اللي هو الاختيار رقم إيه؟ رقم ج. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده. رقم 17 بيقول لي إذا كان 3 أس س بيساوي 5 فإن الس بيساوي كام؟ واحدة واحدة، 3 هي ليها أكتر من طريقة ولكن هستخدم بقى اللوغاريتمات. 3 أس س بتساوي 5، أول حاجة هقول له والله يا باشمهندس أنا هاخد لوغاريتم للطرفين، يبقى هاخد هنا لوغاريتم وهاخد هنا لوغاريتم، وخلي بالك واحنا بناخد لوغاريتم للطرفين بنختار اللوغاريتم المعتاد اللي هو أساسه 10، تمام. دي بالنسبة لي يا باشمهندس لوغاريتم 3 أس س، طبعا من حق السين دي تتضرب بره اللوغاريتم، يبقى السين هتبقى عبارة عن لوغاريتم 3 بيساوي لوغاريتم 5 لأن السين اتضرب بره. طب لو عايز أجيب السين وهقول له والله عبارة عن لوغاريتم 5، طبعا هقسم الطرفين على لوغاريتم 3، صح، دي هتروح مع دي، يبقى س بتساوي لوغاريتم 5 على لوغاريتم 3. من خاصية تغيير الأساس بكتب لوغاريتم 1 العدد اللي جنبه بيبقى هنا والعدد اللي تحت بيبقى هو الأساس، يبقى ده بالنسبة لي لوغاريتم 5 للأساس 3، فيبقى بالنسبة لي الاختيار الصح رقم ايه؟ رقم ب، تمام. السؤال اللي بعده رقم 18 بيقول لي مجموعة حل المعادلة دي، بيقول لي لوغاريتم 2 أس س ناقص الأربعة بيساوي 5 ناقص الس. من حق يا باشمهندس إن الأس ده بيطرد بره اللوغاريتم، يبقى بره كده،
يبقى س ناقص 4 هيفضل له لوغاريتم 2 للأساس 2 بيساوي 5 ناقص س. مش الأساس بيساوي العدد اللي جوه، يبقى دي بيساوي 1. تمام، يبقى بالنسبة لي إن س ناقص 4 بتساوي 5 ناقص س. هودي الس الناحية دي، يبقى س وس يبقى 2 س. هجيب السالب 4 الناحية دي، يبقى موجب 4 و5 بتساوي 9. هقسم الطرفين على الاتنين، يبقى الس بتساوي 4 ونص، ويبقى الاختيار الصح بالنسبة لي رقم إيه؟ رقم ب بيساوي 4 ونص. تعال نشوف السؤال اللي بعده. رقم 18 بيقول لي مجموعة حل المعادلة لوغاريتم س للأساس جذر 2 زائد لوغاريتم س زائد 1 للأساس جذر 2 برضه. والله يا باشمهندس بقول له من حقي إن طالما الأساس 1 اللي هو عبارة عن جذر 2، فمن حقي هاخد لوغاريتم 1 أساسه جذر 2، وطالما دي جمع هضرب العددين دول في بعض، س في س بس تربيع، س في 1 بس، كل الكلام ده هيساوي بالنسبة لي 2. تعالى بقى نستخدم الدرس اللي فات، ده أس ده يديني ده، تمام. يبقى جذر 2 أس 2 هتساوي العدد اللي جوه اللي هو س تربيع زائد الس، تمام. طبعا جذر 2 أس 2 اللي هي بتساوي 2. طب يبقى س تربيع زائد الس، تعال نودي الاتنين دي الناحية التانية، هتبقى سالب 2، كل ده بيساوي صفر. هنبدأ نحلل المقدار ده يا باشمهندس لمقدارين كده عبارة عن س في س، الأخير سالب، واحدة موجب واحدة سالب، الاتنين كده كده 2 في 1 والكبير شبه في النص، يبقى الاتنين هنا والواحد هنا. من هنا ان س بتساوي سالب 2، وخلي بالك ده مرفوض. ايه سبب الرفض؟ قلنا العدد اللي جوه ده لازم ينتمي للحاله الموجبه، فينفعش هنا احط س بسالب 2. من هنا ان س بتساوي 1، وده الواحد طبعا بينتمي للحاله الموجبه، يبقى بالنسبه لي الاجابه الصح هي مجموعه الحل بتساوي 1 بس، اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم د. السؤال رقم 20 بيقول لي مجموعه حل المعادله التاليه، تمام. انا بالنسبه لي يا باشمهندس زي ما انا شايف كده المساله كلها يعتبر متوحده للوغاريتم المعتاد، اهو اللوغاريتم كله لوغاريتم معتاد بالنسبه لي، تمام. فخليها يا باشمهندس اظبطها لوغاريتم معتاد، بمعنى الاتنين دي هدخلها جوه، يبقى دي عباره عن لوغاريتم 2 اس 2 اللي هي 4 ناقص لوغاريتم س، تمام، هيساوي لوغاريتم س زائد 3 ناقص لوغاريتم 7. طبعا ده طرح، من حق اكتب لوغاريتم 1 واخد ده على ده، يبقى 4 على س هيساوي ده برضو طرح، من حق اكتب لوغاريتم 1 واخد ده على ده، يبقى س زائد 3 على بالنسبه لي 7. طالما اللوغاريتم بيساوي اللوغاريتم اللي جوه بيساوي اللي جوه، يبقى 4 على س هيساوي معايا س زائد 3 على 7. هبدا اضرب وسطين في طرفين، 4 في 7 ب 28 هتساوي س في س بس تربيع، وس في 3 ب 3 س. هودي ال 28 الناحية التانية، يبقى س تربيع زائد 3 س ناقص ال 28، كل ده بيساوي صفر. هبدأ أحلل المقدار ده يا باشمهندس لس في س، الأخير سالب، واحدة موجب واحدة سالب، ال 28 4 في 7، 4 في 7 والفرق ما بينهم 3، والكبير شبه اللي في النص، السبعة هنا والتلاتة هنا. من هنا إن الس بتساوي سالب 7، وده مرفوض لأن لازم العدد ده بينتمي للحالة الموجبة. ومن هنا ان س بتساوي 3، يبقى انا كده مجموعه الحل بالنسبه لي بتساوي كام؟ بتساوي 3. خلاص 4 يا جماعه، انا بقول 4 في 7 انا كتبتها 3 ليه؟ تمام، يبقى س بتساوي 4، يبقى مجموعه الحل بتاعتي بتساوي 4 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم تمام. هنشوف السؤال اللي بعده. رقم 21 يا باشمهندس بيقول لي لو ملاحظ كده لوغاريتم اساسه ب، وده لوغاريتم اساسه ب، وده برضه لوغاريتم اساسه ب، طب ما تيجي نخلي كل دول في طرف، يعني لوغاريتم س للاساس ب زائد لوغاريتم 3 للاساس ب. تعالى نودي دي الناحيه الثانيه، يبقى ناقص لوغاريتم 27 للاساس ب، كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي سالب 1، تمام. هاخد يا باشمهندس لوغاريتم للاساس ب 1 واعمل شرط الكسر، اي جمع يبقى ضرب، يبقى س في 3 على العدد ده، لأن دي ناقص يبقى على 27، ما هو الناقص بتتحول لاسم، كل ده بيساوي بالنسبة لي يا باشمهندس سالب 1، تمام. يبقى أنا ممكن أقول يا باشمهندس ده أس ده يدي لي ده، يبقى ب أس سالب 1 هيساوي العدد ده اللي هو بالنسبة لي س في 3 على 27 على 3 فعل 1 على 3 فعل 9، ب أس سالب 1 اللي هي 1 على ب بتساوي س على 9. بيقول لي انا عايز منك قيمه السين، تمام، ادي السين، هضرب وسطين في طرفين، يبقى 1 في 9 ب 9 على ده اللي هو ب، يبقى السين بتساوي 9 على ب، ويبقى الاختيار الصح رقم ايه؟ رقم تمام. رقم 22 بيقول لي اذا كان،
طبعا ده اللوغاريتم س للاساس 2، ودي اللوغاريتم 9 للاساس 4. عشان احل المساله دي يا باشمهندس هتستخدم خاصيه تغيير الاساس، بمعنى هتشد كده وادي اللوغاريتم وادي اللوغاريتم، اللي جوه بيبقى فوق والاساس بيبقى تحت، يبقى هنا 2 هيساوي برضو دي لوغاريتم على لوغاريتم، اللي جوه بيبقى فوق والاساس بيبقى تحت، تمام. طيب بعد كده يا باشمهندس هضرب وسطين في طرفين عشان اجيب لوغاريتم س، يعني اخلي لوغاريتم س ده لوحده هيساوي ده في ده على ده، يبقى يساوي لوغاريتم 2 في لوغاريتم 9 على لوغاريتم 4، تمام يا باشمهندس؟ تمام وزي الفل. بعد كده يا باشمهندس هبدا اظبط التسعة دي والأربعة دي، دي لوغاريتم 2 في التسعة دي اخليها والله 3 اس 2، يبقى لوغاريتم 3 اس 2 على الأربعة دي اخليها برضو 2 اس 2، تمام. بعد كده ركز معايا، هبدا يا باشمهندس اكتب لوغاريتم س بيساوي ادي لوغاريتم 2، طبعا لوغاريتم هيطرد الاثنين دي بره، يبقى فيه 2 لوغاريتم 3، وبرضو اللوغاريتم ده هيطرد الاثنين بره، يبقى دي 2 لوغاريتم 2. طبعا الاثنين هتروح مع الاثنين، ولوغاريتم 2 هيروح مع لوغاريتم 2، هيفضل لي ان لوغاريتم س بيساوي لوغاريتم 3. طالما لوغاريتم بيساوي لوغاريتم يبقى اللي جوه بيساوي اللي جوه، يبقى من هنا ان س بتساوي كام؟ س بتساوي 3، ويبقى بالنسبه لي الاختيار الصح رقم ايه؟ رقم ا. خلاص تمام، الموضوع برضو بسيط وسهل جدا. تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده، كده 22 ل 23، تمام. رقم 23 يا باشمهندس بيقول لي مجموعة حل المعادلة دي لوغاريتم س للأساس 2 زائد لوغاريتم س للأساس 4 بيساوي 3. أول ما تلاقي الأساسات دي مختلفة دايما أول خاصية تيجي في دماغك تغيير الأساس، يبقى أقول له والله ده عبارة يا باشمهندس كده شد شرط الكسر، اللوغاريتم على اللوغاريتم اللي جوه على الأساس، يبقى لوغاريتم س على لوغاريتم 2 زائد برضه هشد شرط الكسر أدي لوغاريتم على اللوغاريتم اللي جوه على ده، يبقى بالنسبة لي س على الأربعة كل ده بيساوي يا باشمهندس بيساوي 3، تمام. ممكن اظبط دي شويه، يبقى دي لوغاريتم س على لوغاريتم 2 زائد دي برضو لوغاريتم س. خلي بالك ان لوغاريتم 4 دي ممكن اكتبها 2 اس 2، والاثنين هتتضرب بره، يبقى دي 2 لوغاريتم 2 كل ده بيساوي يا باشمهندس بيساوي 3، تمام. مش انا كده بالنسبه لي دي ممكن اكتبها برضو لوغاريتم س على لوغاريتم 2 زائد الاثنين في المقام ده اخليها نص لوغاريتم س على لوغاريتم 2، صح يا باشمهندس؟ زي الفل، تمام. طيب كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي 3. طيب انا بالنسبه لي بقى ادي لوغاريتم س على الاثنين اللي انا ممكن ارجعها لاصلها اللي هي لوغاريتم س للاساس 2، ومعايا نص كمان، يبقى بالنسبه لي 3 على الاثنين لوغاريتم س للاساس 2 كل ده بيساوي 3، صح يا باشمهندس؟ تمام. ممكن اشيل الثلاثه دي قصاد الثلاثه دي، أصبح إن نص لوغاريتم س للأساس 2 كل ده بيساوي 1، تمام. تعال نرجع دي بقى جوه تاني عشان نبدأ نطلع السين كده، يبقى بالنسبة لي دي لوغاريتم س ل س أس نص للأساس 2 كل ده بيساوي إيه؟ 1. طبعا س أس نص زي ما إحنا عارفين اللي هي جذر س، يعني دي ممكن أكتبها جذر س، يبقى دي لوغاريتم جذر س للأساس 2 بيساوي 1. تعال نستخدم بقى اول خاصيه في اول درس بالنسبه لي، يبقى ده اس ده بيساوي ده، يبقى 2 اس 1 اللي هي ب 2 بيساوي جذر س، وانا عايز السين ابدا ربعها للطرفين، يبقى الجذر هيروح مع الاس، يبقى السين بتساوي 2 اس 2 بيساوي كام؟ بيساوي 4، يبقى طلعت السين بتاعتي او مجموعه الحل بتساوي 4 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ب، تمام. تمام. رقم 24 يا باشمهندس بيقول لي اذا كان لوغاريتم، وخلي بالك ان هنا الاساس متشابه اللي هو 2، ده لوغاريتم س للاساس 2 ودي لوغاريتم س تربيع للاساس 2، يبقى من حقي يا باشمهندس والله ان انا اضربهم في بعض، صح كده يا باشمهندس؟ تمام. يبقى اخد لوغاريتم 1 كده وهضرب دول طبعا اساس 2، س في س تربيع يبقى س اس 3 كل ده بيساوي 6. من حقي استخدم بقى الخاصيه ده اس ده، يعني 2 اس 6 بتساوي س اس 3، ال 2 اس 6 دي ممكن اخليها 2 اس 2 الكل اس 3 بيساوي س اس 3. طالما الاس بيساوي الاس يبقى الاساس بيساوي الاساس، يبقى س هتساوي 2 اس 2 اللي هي بتساوي كام؟ 4، او دي قول ان هي 64 وخد لها الجذر التكعيبي، الاثنين صح، يبقى بالنسبه لي س بتساوي 4 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ب، تمام. تمام. تعال نشوف اللي بعده.
رقم 25 بيقول لي مجموعة حل المعادلة لوغاريتم س تربيع. خلي بالك س تربيع ده العدد اللي جوه ناقص لوغاريتم س الكل تربيع. خلي بالك دي مختلفة عن دي تماما. تمام. طيب من حق اللوغاريتم ان هو بطرد الأس ده بره، يبقى دي عبارة عن 2 لوغاريتم المعتاد لس ناقص لوغاريتم س الكل تربيع. خلي بالك دي لوغاريتم س ودي برضه لوغاريتم س ولكن تربيع. من حق اخد اللوغاريتم س اعمل مشترك، هيفضل 2 ناقص لوغاريتم س، كل ده بيساوي صفر. يبقى يا اما الاول بيساوي صفر يا اما لوغاريتم س يساوي صفر. طبعا احنا عارفين ده اللوغاريتم المعتاد يعني اساسه 10، يبقى 10 اس صفر. بص اول ما تلاقي الناتج بصفر تعرف ان العدد اللي جوه ده بواحد، يعني الس دي بتساوي واحد. طب جت منين؟ هقول لك 10 اس صفر بتساوي الس، ما 10 اس صفر اي حاجه اس صفر بواحد، يبقى الس بواحد. تمام. ومن هنا ان 2 ناقص لوغاريتم س برضه هتساوي صفر. ودي لوغاريتم س الناحيه الثانيه، يبقى لوغاريتم س بيساوي 2، وزي ما احنا عارفين ده برضه اساسه 10، ده اللوغاريتم المعتاد. يبقى ده اس ده بيساوي ده، يبقى 10 اس 2 بتساوي الس. طبعا 10 اس 2 اللي هي 100، يبقى الس بتساوي 100. يبقى مجموعه الحل بتاعتي 1 و100 اللي هو بالنسبه لي الاختيار رقم كام؟ رقم ج. تمام. هنشوف اللي بعده. السؤال رقم 26 بيقول لي مجموعة حل المعادلة التالية. تمام. طيب لو انت ركزت ده كده يا باشمهندس، لوغاريتم س للأساس 3 الكل أس 2 ناقص، طبعا من حق اللوغاريتم ان هو يطرد الأس ده بره، يبقى ناقص 3 لوغاريتم س للأساس 3 برضه زائد 2 بيساوي صفر. طالما لقيت ده اهو تربيع ده، يبقى اعرف ان انت هتحلل. يبقى احنا هنحلل، هاخد لوغاريتم س هنا ولوغاريتم س هنا، الأخير موجب، يبقى الإشارتين شبه اللي في النص سالب، والاتنين كده كده 2 في 1. يبقى من هنا إن لوغاريتم س هيساوي 2، ومن هنا إن لوغاريتم س هيساوي 1. تمام. طبعا ده اللوغاريتم المعتاد أساسه 10، يبقى من هنا إن 10 أس 2 هتساوي الس، يعني الس بتساوي 100. صح. تمام. 10 أس 2 هتساوي الس. تمام. ومن هنا يا باشمهندس، لا ده اللوغاريتم اساسه 3، معذرة ده الاساس 3 مش اللوغاريتم المعتاد. يبقى دي بالنسبة لي 3 اس 2 بتساوي الس، يبقى الس من هنا بتسعة. ومن هنا ان 3 اس 1 هتساوي الس، يعني الس بتساوي 3. يبقى مجموعة الحل بتاعتي 3 و9 اللي هو بالنسبة لي الاختيار رقم ايه؟ رقم ب. تمام. تمام. هنشوف اللي بعده. تمام. ماشي. السؤال رقم 28 بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كان س اس لوغاريتم س تربيع للاساس س بيساوي لوغاريتم 2 16 للاساس 2. تمام. مش احنا قلنا لما نلاقي الاساس بتاع الداله الاسيه بيساوي اساس الداله اللوغاريتميه يبقى الناتج ده اهو. يبقى انا بالنسبه لي ان س تربيع بتساوي لوغاريتم، طبعا ده اساسه 2 وال16 دي ممكن اكتبها 2 اس 4، وطبعا لوغاريتم هيطرد دي بره، يبقى يساوي 4 لوغاريتم 2 للأساس 2، دي شبه دي يبقى دي بواحد، يبقى الس تربيع بتساوي 4، يبقى خد الجذر، يبقى الس بموجب أو سالب 2. هبص على الأساس، خلي بالك إن الأساس بتاعك يا باشمهندس لو أنت لاحظت كده أهو، الأساس فيه بالنسبة إحنا فين؟ رقم كام؟ أنا فوتت مسألة على فكرة صح؟ تمام مفيش مشكلة، أنا بحل 28 هرجع ل 27 تاني. طيب هنا يا باشمهندس موجب او سالب، ولكن هنا الاساس في س، فالاساس ما ينفعش سالب، يعني السالب مرفوض، يبقى بالنسبه لي س بتساوي موجب 2 فقط يا باشمهندس. يبقى بالنسبه لي الاختيار الصح رقم ايه؟ رقم ا. طبعا احنا فوتنا رقم 27 فاحنا هنحلها تاني. يلا رقم 27 يا باشمهندس بيقول لي مجموعه حل المعادله دي، دول لوغاريتم س للاساس 3 ناقص 2 لوغاريتم 3 للاساس س بيساوي 1. تمام. اول ما تلاقي كده يا باشمهندس بالنسبه لك الدنيا اختلفت كده، فانا هقول له والله ادي لوغاريتم س للاساس 3، طالما ده 3 ودي س ودي س ودي 3، يبقى من حقك تبدلهم ازاي؟ ركز معايا، ادي ناقص 2، تبدلهم ان انت تخليه في المقام، يعني تنزل ده في المقام. اللوغاريتم لما بينزل في المقام دي بتتبدل تلقائي، يعني دي 3 ودي س، يبقى هنا س وهنا 3، كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 1. دي خاصيه المعكوس الضرب. هضرب طبعا المسألة دي كلها في لوغاريتم س للأساس 3، لما أضرب دي ضد دي يبقى لوغاريتم س للأساس 3 الكل تربيع ناقص، طبعا دي هتروح مع دي يبقى ناقص 2 بيساوي لوغاريتم س للأساس 3.
تعالى نبدأ نرتب المعادلة التربيعية دي، لوغاريتم س للأساس 3 لكل تربيع، ده هيروح الناحية التانية، يبقى ناقص لوغاريتم س للأساس 3، وادي سالب 2، كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي 0. تمام، هبدأ أحلل دي طبعا لأن دي تربيع ودي من غير تربيع. يبقى دي لوغاريتم س للأساس 3، وادي لوغاريتم س للأساس 3، الأخير سالب، واحدة موجب واحدة سالب، والكبير شبه اللي في النص، يبقى هنا الاتنين وهنا الايه؟ وهنا الواحد. تمام، من هنا إن لوغاريتم س للأساس 3 هيساوي سالب 1، ومن هنا إن لوغاريتم س للأساس 3 هيساوي 2. تمام، من هنا إن 3 أس 2 هتساوي س، يعني س بتساوي 9، ومن هنا إن 3 أس سالب 1 هتساوي س، يعني س بتساوي 3 أس سالب 1 اللي هي بتلت. يبقى مجموعة الحل بتاعتي هي تلت وتسعة، يبقى مجموعة الحل تلت وتسعة، اللي هو بالنسبة للاختيار رقم كام؟ رقم د. تمام، مفهومة؟ مفهومة بإذن الله. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 29 بيقول لي أي العبارات الآتية صحيحة؟ تمام، هتجرب، تعالى نجرب. بيقول لي لوغاريتم 3 زائد لوغاريتم 3 هل هو بيساوي لوغاريتم 6؟ والله طالما ده نفس الأساس يبقى أنا بضربهم، يبقى المفروض بيساوي لوغاريتم 9 مش لوغاريتم 6، فدي بالنسبة لي غلط. تمام، بيقول لي 1 ناقص لوغاريتم 5 بيساوي لوغاريتم 2، الواحد ده زي ما اتفقنا بنحوله للوغاريتم 10 اللي هو اللوغاريتم المعتاد، فلوغاريتم 10 ناقص لوغاريتم 5 عبارة عن لوغاريتم 10 على 5 اللي هو بيساوي لوغاريتم 2، فمعذرة هو بيساوي لوغاريتم 2 مش بيساوي 2، يبقى بالاختيار ب برضه غلط. بيقول لي لوغاريتم 2 في لوغاريتم 2 بيساوي لوغاريتم 4، أنا ما عنديش قاعدة للضرب يا باشمهندس، ولو احنا جربنا الكلام ده على الآلة عشان نتأكد برضه اللوغاريتم المعتاد لـ 2 في اللوغاريتم المعتاد لـ 2 طلع الناتج بتسعة من مية. تمام، هبدأ أعمل لوغاريتم أربعة المعتاد، طلع الناتج بستة من عشرة، فأكيد مختلفين، فبالنسبة لي غلط. تمام، بيقول لي لوغاريتم واحد زائد اتنين زائد تلاتة طبعا اللي هي لوغاريتم ستة بتساوي، والله من حقك طالما دي كلها لوغاريتمات معتادة يعني أساسها بيساوي عشرة إن أنت تضرب التلات أرقام دول في بعض لأن ده جمع، يبقى لوغاريتم واحد في اتنين في تلاتة اللي هو هيساوي لوغاريتم 1 في 2 ب 2، 2 في 3 ب 6 برضه بيساوي لوغاريتم 6، يبقى الطرف اليمين بيساوي الطرف الشمال، يبقى الإجابة د هي الإجابة الصح. تمام، تعال نشوف اللي بعده. السؤال رقم 30 بيقول لي لو كانت السين بتساوي جذر ص عين، حيث س وص وعين أعداد موجبة فإن لوغاريتم ص، طالما أنت عايز لوغاريتم ص فأقول له والله أنا هاخد لوغاريتم للطرفين. تمام، يبقى دي بالنسبة لي لوغاريتم س بتساوي لوغاريتم، والله انا اكتبها ص اس ص عين الكل اس نص اللي هو الاس اللي بره على اللي جوه، طبعا دي فينا 2 وعارفين كده كده ان الجذر بيعمل له نص اس. تمام، من حق اللوغاريتم ان هو يطرد ده بره، يبقى لوغاريتم س هيساوي نص لوغاريتم ص في عين. تمام، طيب هو عايز لوغاريتم ص، فانا ممكن افك دي، او مبدئيا ممكن اضرب الطرفين في 2 عشان اخلص من النص ده، يبقى 2 لوغاريتم س بيساوي، طبعا ده هيروح معانا، تعال نفك الضرب ده الجمع، يبقى هيساوي لوغاريتم ص زائد لوغاريتم عين، ما هو الضرب يتفك الجمع. تمام، انت عايز مني لوغاريتم ص، يبقى هيساوي 2 لوغاريتم س، وهبدل العين الناحية التانية، يبقى ناقص لوغاريتم عين، يبقى لوغاريتم ص بيساوي 2 لوغاريتم س ناقص لوغاريتم عين، اللي هو بالنسبة لي الاختيار رقم ايه يا باشمهندس؟ رقم ج. تعال نشوف اللي بعده. رقم 31 بيقول لي إذا كان لوغاريتم المعتاد لـ 23 بيساوي 1000، فإن لوغاريتم 2300 بيساوي كام؟ مش دي 23؟ تمام، لو أنا قسمت ده على 23 هيحصل إيه؟ هيديني 100، يبقى اللوغاريتم ده هو اللي هو 2300، والله يا باشمهندس عبارة عن لوغاريتم 23 في بالنسبة لي يا باشمهندس 100، صح؟ ومن حقي ان انا احول الضرب لجمع، يبقى هيساوي لوغاريتم 23 زائد لوغاريتم 100، ما هو لوغاريتم 23 ب 1000 يبقى هيساوي 1000، وانا عارف ان ال 100 دي ممكن اكتبها لوغاريتم 10 اس 2 وده الاساس المعتاد. تمام، لوغاريتم 10 الاساس 10 ب 1 وال 2 هتتضرب بره، يبقى عباره عن ألف زائد ال 2، يبقى الاجابه بتاعتي ألف زائد ال 2 اللي هو الاختيار ايه يا باشمهندس؟ الاختيار رقم ألف. تمام، تمام، هنشوف اللي بعده. رقم 32 بيقول لي إذا كان لوغاريتم 5 للأساس 3 بيساوي 1000، فإن لوغاريتم 5 للأساس 15. تمام،
والله لوغاريتم 5 الأساس 15 من خاصية تغيير الأساس، أدي لوغاريتم وأدي لوغاريتم، العدد اللي جوه 5 على الأساس اللي هو 15، تمام. طيب من خواص تغيير الأساس إنه بيقول لك اختار أي أساس أنت عايزه حطه فوق وتحت، فالمسألة بتاعتي فيها لوغاريتم 3، فأنا هخلي ده لوغاريتم أساسه 3 وده لوغاريتم أساسه 3، ومن حقك تختار يا باشمهندس، تمام. طب ما هو معلش لوغاريتم 5 للأساس 3 أنت قايل لي إن هو بألف، يبقى البسط ده بألف، تمام. على والله ال 15 دي يا باشمهندس ممكن أفكها لوغاريتم الأساس 3 طبعًا 5 في 3، تمام. طب ما هو دي ممكن أكتبها ألف، طالما الضرب ده حوله لجمع يبقى لوغاريتم 5 للأساس 3 زائد لوغاريتم 3 للأساس 3، ده طبعًا يا باشمهندس هيساوي ألف أهو، ولوغاريتم 5 للأساس 3 اللي هو ألف برضه زائد لوغاريتم 3 للأساس 3 طبعًا ده شبه ده يبقى بواحد. يبقى الناتج ده كله بيساوي ألف على ألف زائد واحد اللي هو الاختيار رقم إيه؟ رقم ده، تمام؟ حلوة أوي المسألة دي، تعال نشوف اللي بعده. رقم 33 بيقول لي إذا كان لوغاريتم 3 بيساوي س، ولوغاريتم 4 بيساوي ص، طب لوغاريتم 12 بيساوي كام؟ طب واحدة واحدة يا باشمهندس، مش أنت عايز لوغاريتم 12 يعني ضربت دول في بعض، يعني أنت يعتبر جمعت اللوغاريتمين، يعني لوغاريتم 3 زائد لوغاريتم 4 هيساوي ايه؟ هيساوي لوغاريتم 3 في 4 اللي هي ب 12. طب ما تيجي نجمع دي، ما انا لما جمعت لوغاريتم 3 اللي هو يعتبر س، واما جمعت لوغاريتم 4 اللي هو يعتبر ص، يبقى س زائد الص هتساوي لوغاريتم 12، يبقى لوغاريتم 12 بيساوي س زائد ص اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم أ، تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي المثلث أ ب ج مثلث قائم الزاوية في أ، معايا مثلث قائم في أ ودي باء ودي ج، بيقول لي الألف باء عبارة عن الألف باء ده هو لوغاريتم 3 للأساس 4، والألف ج ده هو عبارة عن لوغاريتم 64 للأساس 3، بيقول لي أنا عايز مساحته، مش ده مثلث قائم يبقى نص حاصل ضرب ضلعي القايمة، يبقى نص في لوغاريتم 3 للأساس 4 في لوغاريتم 64 للأساس 3، تمام. انا عايز احسبها، استخدم خاصيه تغيير الاساس، ادي نص في ادي لوغاريتم على لوغاريتم العدد ده اهو على ده، تمام. في بالنسبه لي ال 64 دي ممكن اكتبها بالنسبه لي 3 4 اس 3، او سيبها زي ما هي لوغاريتم 64 على لوغاريتم 3، يبقى مبدئيا لوغاريتم 3 طبعا هيروح مع لوغاريتم 3، ده مبدئيا، تمام. طيب انا دلوقتي يا باشمهندس عايز افك ال 64 دي، تمام. انا ممكن اكتبها بالنسبه لي زي ما قلنا من شويه، ادي نص اهو في ولوغاريتم 4 ده اسيبه زي ما هو عشان هيطير، يبقى دي بقت بالنسبه لي 1 على لوغاريتم 4 في ال 64 ده اكتبها 4 اس 3، وال 3 دي هتترمى بره، يبقى دي 3 لوغاريتم 4 على 1، لوغاريتم 4 هروح مع لوغاريتم 4، اصبح الناتج 1 في 3 ب 3 على الاثنين، 3 على 2 طبعا اللي هي 1.5، وقبل الاختيار الصح رقم ايه؟ رقم أ، تمام؟ هنشوف السؤال اللي بعد. رقم 35 بيقول لي إذا كان لوغاريتم س على لوغاريتم 5 بيساوي الكلام ده، ماشي. تعال نجيب الطرف اللي هو بالنسبة لي واضح. طبعا لوغاريتم 36 دي ممكن أكتبها لوغاريتم 6 أس 2 على لوغاريتم 6. وكده كده اللوغاريتم هيطرد الاتنين دي بره، يبقى الاتنين دي خلاص اتلغت، وطبعا لوغاريتم 6 هيروح مع لوغاريتم 6، كده اصبح بالنسبه لي ان لوغاريتم هرجعه لاصله بقى س والاساس 5 بيساوي 2، يبقى ده على ده يديني ده، يبقى الس هتساوي 5 اس 2 بتساوي 25، يبقى انا جبت الس بتساوي 25. طب مش انا جبت الطرف اللي في النص ده ب 2، يبقى الاتنين بتساوي لوغاريتم 64 على لوغاريتم ص، اللي انا ممكن ارجعها لاصلها الاثنين بتساوي لوغاريتم، طبعا ص ده هيبقى الاساس ودي 64، يبقى ده اس ده يديك ده، يبقى ال 64 هتساوي ص اس 2، هناخد الجذر يبقى الصاب بتساوي موجب او سالب 8، ولكن خلي بالك ما ينفعش السالب لان هنا الصاد العدد اللي جوه ده ما ينفعش سالب، يبقى السالب مرفوض، يبقى الصاب بالنسبه لي بموجب 8 بس، يبقى 25 زائد 8 اللي هي 33، ويبقى الاختيار الصح رقم ايه؟ رقم د، كويس قوي. بيقول لي اذا كان لام وميم هما جذر المعادله، تمام، اصبر عليا انت عايز ايه؟
انا عايز لوغاريتم لام للاساس 2 زائد لوغاريتم ميم للاساس 2، مش الاساس متوحد؟ تمام. هستخدم الخاصيه اللي هو الضرب، الجمع بتحول لضرب، يبقى ده الاساس 2 وده لام ميم، يبقى دي لام ميم. يبقى انت عايز منين من المعادله؟ انت عايز حاصل ضرب الجذرين. حاصل ضرب الجذرين من اولى ثانوي كان بيساوي ج على ا، ايه ج؟ الحد المطلق اللي هو ال 12. ايه الالف اللي هو معامل السين؟ تربيع اللي هو 3. يبقى 12 على 3 بيساوي 4. يبقى انت عايز مني لوغاريتم 4 للاساس 2 اللي هو لوغاريتم ال 4 دي 2 اس 2 للاساس 2. لوغاريتم يطرد الاس بره، يبقى دي 2 لوغاريتم 2 للاساس 2 دي بواحد، يبقى في الاخر الناتج بيساوي 2 اللي هو بالنسبه للاختيار رقم A. تمام. رقم 37 يا باشمهندس بيقول لي اذا كان لام وميم هما جذر المعادله، برضه نفس الفكره، س تربيع زائد س لوغاريتم أ للأساس 3 بيساوي 9. طب ما تيجي نرتب المعادلة دي، س تربيع زائد اكتب لي اللوغاريتم بس بره كده، يبقى لوغاريتم أ للأساس 3 في س، والتسعة دي هتروح الناحية التانية يبقى سالب 9، كل ده بيساوي 0. خلي بالك هو عايز لام زائد ميم ولام في ميم، يبقى عايز المجموع. بص، مجموع الجذرين بيساوي سالب ب على أ، يعني خد العدد اللي قدام السين غير اشارته، يبقى سالب لوغاريتم أ للأساس 3 والأ اللي هو معامل الس تربيع اللي هو بواحد، يبقى دي بتساوي سالب لوغاريتم أ للأساس 3. طيب حاصل ضرب الجذرين قلناها في السؤال اللي فات، الحد المطلق على ده يبقى يساوي سالب 9 على 1 اللي هي بسالب 9. تمام. يبقى أنا بالنسبة لي تعالى بقى نعوض يا باشمهندس، يبقى سالب لوغاريتم أ للأساس 3 على سالب 9. المفروض إن كل الكلام ده بيساوي تلت، السالب هيروح مع السالب، على 3 فيها الواحد، على 3 فيها التلاتة. يبقى كده إن لوغاريتم أ للأساس 3 لازم يساوي 3، ما هو يضرب وسطين في طرفين، يبقى ده أس ده يديك ده، يبقى الألف هيساوي 3 أس 3، هيساوي كام؟ هيساوي 27، وبالنسبة للاختيار الصح رقم إيه؟ رقم اللي بعده. رقم 38 بيقول لي مجموعة حل المعادلة دي، تمام، مش أنا بالنسبة لي ده لوغاريتم س زائد 5 للأساس ب بيساوي، خلي بالك هنا الاساس ب، يبقى من حق استخدم الجمع يتحول لضرب، يبقى ده لوغاريتم، ادي الاساس ب، س في 5 يبقى ب 5 س، لوغاريتم بيساوي لوغاريتم والاساس بيساوي الاساس، يبقى اللي جوه بيساوي اللي جوه، يبقى من هنا ان س زائد ال 5 هتساوي ال 5 س، ودي السين الناحيه الثانيه يبقى سالب س، يبقى 5 س ناقص س يبقى 4 س بيساوي 5، اقسم على الأربعة يبقى الس الواحده بتساوي 5 على 4، ويبقى الاختيار الصح رقم ايه؟ رقم د. تعالى نشوف اللي بعده. رقم 39 يا باشمهندس بيقول لي محيط الشكل، طبعا الشكل ده واضح ان هو مستطيل، محيطه الطول زائد العرض الكلي في 2، يبقى 2 لوغاريتم 8 للاساس 6 زائد لوغاريتم 27 للاساس 6. طيب بالنسبه لك انت ملاحظ ان الاساس ده هو الاساس ده، يبقى حول الجمع لضرب، يبقى ده 2 لوغاريتم 8 في 27 للاساس 6، هتساوي ادي الاتنين وادي اللوغاريتم اللي اساسه 6، التمانية دي خليها 2 أس 3 في 27 دي خليها 3 أس 3. خلي بالك انت ممكن تعملها بالآلة الحاسبة، تمام، بس دي طريقة ايه؟ ذكية شوية. ادي الاتنين لوغاريتم، طالما الأس بيساوي الأس اضرب اللي تحت 2 في 3 في 6 وحط الأس زي ما هو اللي هو أس 3، وده طبعا أساسه 6، اللوغاريتم هيطرد ده بره، يبقى 2 في 3 لوغاريتم 6 للأساس 6، طبعا دي بواحد، 2 في 3 بيساوي 6، يبقى الإجابة بتاعتي إن محيط الشكل ده بيساوي كام؟ بيساوي 6. واحد تاني هيقول لي يا باشمهندس أنت واجع نفسك ليه؟ تعالى هات الآلة، لوغاريتم أهو الأساس بتاعه 6 8 زائد لوغاريتم كمان يا باشمهندس أساسه 6 ل 27، طلع الناتج ب 3 أضرب في 2 بيساوي 6، أنا جبت الناتج ب 6، أنت واجع نفسك ليه؟ أقول لك صح، ما ده أسئلة اختر، فأنت حر أنت توصل للإجابة بالطريقة اللي تريحك، ولكن أنا بستخدم الخواص، أنا مش خسران حاجة إن أنا أقول لك الناتج 6 على طول، ولكن إن أنا بقول لك إن أنت هتستخدم الخواص إزاي، تمام. طيب بيقول لي لوغاريتم، طبعًا ده لوغاريتم وده معتاد وده لوغاريتم معتاد بينهم زائد، يبقى يتحول لضرب، يبقى ده اللوغاريتم المعتاد وادي الجتا سيتا مضروبة في القا سيتا طبعًا اللي هي 1 على، حط اللي فيها تاء، دي القا اللي مش فيها تاء، حط اللي فيها تاء يبقى جتا سيتا. طبعا جتا سيتا هيروح مع جتا سيتا، يبقى ده اللوغاريتم المعتاد للواحد
طبعا ده اساسه 10. قلنا طالما العدد اللي جوه هنا واحد يبقى الناتج بيساوي كام؟ بيساوي صفر على طول. ودي الخاصيه الثانيه اللي ما جاتش ولا في سؤال، هي جت في السؤال ده بس، يبقى بالنسبه لي الاختيار الصح رقم ايه؟ رقم باء. وخلي بالك ان سيتا بتنتمي للصفر، يعني الصفر معاك، لو ما كانش الصفر ده او الصفر ده مفتوح كانت هتلاقيها حاطط لك في الاجابات فاضي خلاص، فما تقلقش يعني. بكده يا باشمهندس يبقى خلصنا منهج الجبر بالكامل، فاضل لنا بس الاسئله المقاليه على الدرس العاشر اللي هو الداله اللوغاريتميه وتمثيلها البياني وبعد خواص اللوغاريتمات، ودول هينزلوا لك في اقرب وقت. ولكن منهج الجبر كده بالنسبه لك خلص باذن الله. هنخش يعني على فرع التفاضل برضه نخلصه، لسه لنا درس واحد اللي هو درس الاتصال، ونخش على برضه اللي فاضل لنا في الهندسه الفراغيه معادله الدايره، ويبقى كده بفضل الله خلصنا المنهج كاختر. هيبدا بقى نحل في الاسئله المقاليه بالتوالي كده عشان نبدا نمسك كراسه المعاصر نحلها بالكامل باذن الله. وباذن الله كده يعني تركبوا، انا بجهز لكم مراجعات ليله الامتحان زي ما كانت بتنزل للثانويه العامه كده، هنمسك كل وحده ونحاول نظبطها في فيديو كده حتى لو هو طويل شويه ولكن هيبقى مفيد جدا جدا ليك. هنبدأ نلخص الوحدة ونشوف أهم الأسئلة بتتكرر في الامتحانات، ونشوف بقى أسئلة عن النظام الجديد، ونبدأ نحل أسئلة شبه أسئلة أخطر. وعلى فكرة أنا هجيب لك أسئلة من الأسئلة المقالية اللي هي تنفع تبقى في سؤال أخطر في المراجعة دي، فالمراجعة دي هتبقى تكون بالنسبة لك مفيدة جدا جدا بإذن الله. أتمنى أن أكون قدرت أفيدك، أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. يا ريت لو أنت استفدت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. أشوفكم على خير الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناة حسام ميرا رياضيات، وشكرا.